بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري والامه الاسلاميه بخير دايما يا رب. اليوم الاخير واليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، دايما يا رب باذن الله الامه الاسلاميه والشعب المصري بخير باذن الله. النهارده في الاطلاله الاخباريه وفي نشرتنا الرياضيه هنتكلم عن اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفريق كره القدم بالنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، والاستعدادات متواصله للموسم الجديد خلال الفتره القادمه باذن الله. وايضا هنتكلم عن منتخب مصر واستعداداته ومشواره خلال الفتره القادمه في كاس العالم والاستعداد لمباراه روسيا، هذه المباراه الهامه جدا اللي هتنطلق باذن الله في الثامنه من مساء بعد غد الثلاثاء، مباراه مصر وروسيا في الجوله الثانيه من المجموعه الاولى لكاس العالم، والعديد من الاخبار المتعلقه بكاس العالم. لكن تفاصيل اكثر نروح نشوف عناوين النهارده المتعلقه بالنشره الرياضيه وابرز عناوين نشره اليوم. اول عنوان معانا، الفريق الاول يستأنف تدريباته غدا بعد انتهاء اجازه العيد. محمد صلاح جاهز لمباراه مصر امام روسيا. ومن ضمن اخبارنا ايضا بالنسبه لمنتخبنا الوطني واستعداد صلاح، والاهلي كمان ايضا اعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والاداري والطبي لفريق كره القدم. المانيا حامل اللقب تسقط امام المكسيك في كاس العالم. اهلا بكم من جديد، والحديث متواصل عن استعدادات فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، لكن الحدث الابرز اليوم والعنوان الذي تصدر المواقع والعناوين الصحفيه هو اختيار واعلان التشكيل النهائي للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي واكتمال الصوره بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي والذي سيقود تدريبات الفريق بدءا من الغد خلال الفتره القادمه والاستعداد للموسم القادم، حيث اعلن الاهلي اليوم التشكيل الكامل للجهاز الفني والاداري والطبي لفريق كره القدم، وعلق لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي كره وجاء على النحو سامي أمصان مدرب مساعد في الجهاز الفني، وتم اختيار مصطفى كمال مدرب لحراس المرمى، مايكل ليندمان مدرب للأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب للأحمال، وسام صفوت محلل الأداء والفيديو، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، وخالد محمود دكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وأحمد حسن مترجم مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. إذن على لجنة الكرة التشكيل النهائي للجهاز الفني بدءا من المدير الفني وجميع الاختصاصات والاستراتيجية المتعلقة بالجهاز الفني خلال الفترة القادمة. ويبدأ الفريق تدريباته ويستأنف تدريباته بعد انتهاء أجازة العيد، حيث يبدأ غدا الاثنين تدريبات تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كمدير فني جديد لفريق النادي الأهلي، حيث أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعبين راحة سلبية للاحتفال مع أسرهم وذويهم بعيد الفطر المبارك. ويدرس الجهاز الفني إقامة معسكر بالأسكندرية يتخلله مباريات ودية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامة هذه المباراة يوم 17 من شهر يوليو القادم في استاد برج العرب. النادي الأهلي كان خلال الفترة الأخيرة خلال أجازة العيد كان هناك راحة سلبية لعدد من اللاعبين، وبالتالي بعد أجازة العيد هناك مرحلة ثانية، ولكن تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يقود فريق النادي الأهلي خلال الأيام القادمة والفترة القادمة من معسكر مغلق بالتأكيد هيتم الترتيب ليه خلال الساعات القادمة، وعندما يتم الإعلان الرسمي بالتأكيد هنخبركم بكل التفاصيل المتعلقة بمعسكر النادي الأهلي وعدد المباريات الودية ومن الفرق التي سيتم مواجهتها استعدادا للموسم الجديد، في ظل أن المرحلة الثانية من الإعداد البدني، إذن الفريق دخل في مرحلة الجد استعدادا للبطوله الافريقيه، في ظل ايضا بعد اعلان التشكيل الفني بالكامل. باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي عندما تولى المسؤوليه في الاسبوع الماضي بدا مشاهده مباريات الفرق التي سيواجهها الاهلي في البطوله الافريقيه، وحرص كارتيرون على مشاهده ثلاث مباريات كامله للاهلي من اجل دراسه طريقه لعب مجموعه اللاعبين والتحضير لمباراه تاونشيب بطل بوتسوانا.
شاهد كارتيرون مباراتي الأهلي في دور المجموعات أمام الترجي التونسي في برج العرب ولقاء كامبالا الأوغندي في أوغندا والتي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة. حرص كارتيرون أيضا على مشاهدة مباراة الأخيرة والتي قادها أحمد أيوب المدرب العام بعد قبول اعتذار حسام البدري عن الاستمرار في المهمة. كارتيرون حرصوا على متابعة أيضا هذه المباراة الأخيرة في الدوري العام لأنه هذه المباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين لم يكونوا متواجدين في التشكيلة الأساسية في المباريات الأفريقية أو حتى في مباريات الدوري العام، وبالتالي مشاهدته لمباراتي دوري الأبطال أفريقيا أمام الترجي وأمام كامبالا سيتي مع متابعة أيضا مباراة المصري هتديله الصورة بشكل كبير أنه يشوف أداء اللاعبين ومشاركة كل اللاعبين في هذه المباراة، لا سيما أن مباراة المصري شهدت تألق أحمد حمدي وصلاح محسن بشكل كبير جدا. في ظل أيضا هناك عدد لاعبين دوليين بيشاركوا في الفترة الأخيرة في كأس العالم ما بين لاعبي النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني وعلي معلول نجم المنتخب التونسي، الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي اطمأن على حالة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بعدما ظهرت تقارير أن اللاعب قد يغيب عن المباراة الأولى لتونس أمام إنجلترا غدا الاثنين في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم بروسيا. كان علي معلول قد تعرض لإصابة في لقاء تونس الودي أمام أسبانيا الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الأهلي اطمأنوا على اللاعب وقدرته على المشاركة مع المنتخب التونسي في لقاء إنجلترا. من ناحيته قال علي معلول إنه وبقية لاعبي الفريق التونسي جاهزون تماما لمباراتهم المقررة بعد غد الاثنين أمام نظير في الجولة الأولى. قاعد البدلاء، المهم أن جميع اللاعبين جاهزون. علي معلول خلال الفترة الأخيرة ما كانش بيشارك في التدريبات وكان تعرض لإصابة في هذه المباراة الودية أمام أسبانيا، وذهبت تقارير أن احتمالية غياب علي معلول عن مباريات المنتخب التونسي كانت كبيرة جدا، والتقارير في الصحافة التونسية ركزت وتحدثت عن هذه النقطة بشكل كبير لدرجة أن البعض ذهب إلى أنه في حالة عدم مشاركة علي معلول في التدريبات الأخيرة استعدادا لإنجلترا سيتم استبعاده، وبالتالي من خلال تقرير طبي قبل اولى المباريات ب 24 ساعه سيتم دخول لاعب اخر. الجهاز الفني للنادي الاهلي في ظل حرصه على متابعه كل اللاعبين اجرى اتصال بعلي معلول واطمأن على حالته وتاكد مشاركته مع المنتخب التونسي والذي يقوده نبيل معلول. نتمنى التوفيق يا رب للمنتخب التونسي ويكون صاحب انتصار اول انتصار عربي في كاس العالم في ظل ان كل مباريات المجموعه الاولى الفرق الافريقيه والعربيه لم تحظى باي نصيب من النقاط ولم تحرز اي يعني أهداف أو حتى تفوز بالمباريات الأولى في دوري المجموعات. هذه أخبار النادي الأهلي، لكن في ظل أن احنا طبعا بنعيش أيام جميلة عيد الفطر المبارك النادي الأهلي كان لديه استعدادات خاصة وكان هناك احتفالات مقر الجزيرة أو حتى في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد احتفالات بعيد الفطر المبارك وشهدت إقبال كبير جدا من جانب الأعضاء لقضاء أجازة عيد الفطر، واستعدت الإدارة التنفيذية لهذه المناسبة من خلال إقامة برنامج شامل يناسب كافة المراحل العمرية. وحرص محمد مرجان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على متابعة الاحتفالات على مدار اليوم من خلال غرفة عمليات شكلها مع مدير الأفرع الكابتن أو الأستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة والعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد من أجل الإطمئنان على كافة تأثير العمل ويعني أي ظروف طارئة قد تحدث خلال الأيام الأخيرة في عيد الفطر المبارك في ظل أن هناك زحام شديد جدا وأكثر من برنامج ترفيهي للأعضاء وللأطفال، لأن النادي الأهلي دايما بيبقى حريص خلال هذه المناسبات أن يسعد أعضائه وكل المترددين على مقر النادي سواء في الجزيرة أو فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد. في ظل أيضا هناك كان فقرات عديدة جدا تم تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية بدءا من وقفة عيد الفطر حتى اليوم الأخير من خلال شاشات عرض لمتابعة مباريات كأس العالم بعد الكرنفالات على حمام السباحة، العديد من الأمور اللي بالتأكيد أنا أعرفها من زملائنا المراسلين اللي كانوا متواجدين في الأفرع والسلاسة والبداية مع مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أولا برحب بيك كل سنة وأنت طيب، وقول لنا بقى التفاصيل وكل ما تابعته في مقر الجزيرة النهاردة في عيد الفطر واليوم الأخير وحرص الأعضاء على التواجد في مقر النادي. كل سنة طيب يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني عيد فطر مبارك سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. خليني أقول لك إن في اهتمام كبير بالبرامج المخصصة لأعضاء النادي الأهلي من الناحية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لإسعاد وخدمة جميع أعضاء
النادي الاهلي في الافرع المختلفه، لكن بالتحديد في الجزيره. يعني خليني اقول لك، رغم اهتمام الكبير لمجلس اداره النادي الاهلي في الجانب الرياضي وايضا الجانب الانشائي، لكن ايضا الاهتمام كبير جدا بالجانب الاجتماعي وخدمه اعضاء النادي الاهلي. فبالتالي النهارده بالتحديد كان في بعض الفقرات الاهم تسعد كل اعضاء النادي الاهلي في الجزيره، سواء اللي تخص الاعمار السنيه الصغيره والاطفال، وكان في فقره في تمام الساعه السادسه ودي يمكن نالت اعجاب جميع الاطفال وابناء اعضاء النادي الاهلي، وكان في اقبال شديد جدا. خليني اقول لك، مع انتهاء او مع انخفاض درجات الحراره، خصوصا الاجواء في الفتره دي يمكن حاره شويه، بيتم اقبال عدد كبير جدا من اعضاء النادي على مقر النادي في الجزيره. فبالتالي الاطفال كانوا مبسوطين جدا بالفقره اللي كانت في تمام الساعه السادسه. ايضا كان في فقره في تمام الساعه الثامنه مساء، وده عباره عن بند كده يعني غنائي، وكان برضو حاز على اقبال واعجاب العديد من اعضاء النادي الاهلي. خليني اقول لك ايضا ان في توافد كبير من الاعضاء على التواجد في العيد او عيد الفطر، المباراه بالتحديد وهذه الايام في خلال التواجد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وخصوصا الاعضاء بيلاقوا كل الخدمات وكل ما يطلبوه من خدمات داخل النادي الاهلي في هذه الفتره بالتحديد. فده بالتالي شيء جيد وايجابي بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، علشان كده بيبقى فيه اقبال كبير جدا من الاعضاء على التواجد يا محمد. طيب امير، برضه جزئيه ثانيه متعلقه بالشاشه العملاقه التي تتواجد في مقر الجزيره، حرص الاعضاء يعني زي ما النادي بيشوف الناحيه الاجتماعيه، ايضا هناك اهتمام بمباريات كاس العالم وحضور الاعضاء لمتابعه هذه المباريات وخدمه النادي الاهلي بيقدمها من خلال شاشه عملاقه تتواجد في مسافه جدا، يقدر اي حد هو داخل مقر النادي بالجزيره يتابع كل مباريات كاس العالم. حرص الاعضاء واقبالهم وتواجدهم امام هذه الشاشه لمتابعه هذه المباريات، وقدامنا الصور، الكراسي خلاص بقى مصطفى والناس كلها قدام الشاشه بتستعد طبعا لمتابعه المباريات. بالظبط، هو شيء جيد وايجابي جدا. شاشه عملاقه زي ما انت بتقول يا محمد، يعني يمكن من ابعد اماكن في الجزيره ممكن تتفرج على مباريات كاس العالم، وخصوصا المباريات دي اكيد مهمه وبتحاز على اقبال كبير جدا من الاعضاء على مشاهدتها. فبالتالي النادي الاهلي ومجلس ادارته موفرين هذه الخدمه وموفرين نقل مباريات كاس العالم بالنسبه للاعضاء، بالتالي ايضا في اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي على مشاهده مباريات كاس العالم داخل النادي، علشان يكون متوفر بالنسبه لهم كل الاحتياجات اللي بيتطلبوها خلال الفتره دي، وبالتحديد مباريات كاس العالم. فبالتالي شيء جيد وايجابي جدا تواجد شاشه عملاقه بشكل كبير جدا، ومتواجده كمان في مكان مميز، بحيث ان كل اعضاء النادي الاهلي اللي حابين يتابعوا مباريات كاس العالم بيبقى متاح ليهم ان هم يتفرجوا على المباراه او على المباريات بشكل عام بكل صوره. ايه اكتر المباريات النهارده؟ يعني انت متواجد النهارده في مقر الجزيره، اكتر المباريات اللي الاعضاء حرصوا ان يتفرجوا عليها، هل مباراه المانيا والمكسيك، البرازيل؟ المانيا والمكسيك، المانيا والمكسيك محمد، طبعا في حاله يعني كان في اقبال كبير جدا من الاعضاء، خصوصا ان هي كانت مباراه مثيره جدا ومليئه بالنديه ما بين الفريقين، وبالتحديد فريق او منتخب المانيا واللي قدم مباراه كبيره جدا، فكان في تفاعل كبير جدا من الاعضاء رغم فوز المكسيك، لكن التفاعل كان مع منتخب المانيا عشان ضيع العديد والعديد من الفرص. فالمباراه دي يمكن كانت ناس كتيره جدا اتفرجوا عليها داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، واللي هي المباراه اللي انتهت بنتيجه 1-1. طيب امير، برضو ما لمسته من اعضاء النادي يعني متابعتهم لهذه الكرنفالات والبروجرام اللي بيتم في خلال الايام الاخيره في مقر الجزيره، بدءا من وقفه العيد حتى اليوم الاخير النهارده اليوم الثالث في عيد الفطر المبارك. وضح لي السؤال بس يا محمد، مش سامعك. ما لمسته من الاعضاء، يعني انطباع الاعضاء، انطباع الاعضاء عن ما لمسوه شافوه. في حاله من السعاده والرضا بشكل كبير جدا على اللي بيشوفوه والخدمات اللي بتتقدم لهم داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره بالتحديد، وخصوصا ان انا كنت متواجد في المقر النهارده، وحاله السعاده دي منعكس عليهم وعلى اطفال واعضاء النادي الاهلي الصغار اللي بيكونوا حريصين جدا على التواجد وعلى الحضور داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، وخصوصا ان كل اللي بيطلبوا الاطفال بيبقى موجود بالنسبه لهم. فبالتالي في حاله من السعاده والرضا الواضحه جدا على اعضاء النادي الاهلي خلال التواجد في الجزيره. شكرا جدا زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، تابع احتفالات عيد الفطر داخل مقر النادي وما لمسه من اعضاء النادي من خلال البرامج الترفيهيه التي تم وضعها من خلال اداره تنفيذيه في النادي الاهلي خلال الايام في عيد الفطر المبارك. طيب نروح برضو زي ما كنا في مقر الجزيرة وبنشوف احتفالات العيد في المقر الرئيسي، نروح نشوف في أو نسمع من زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي في فرع النادي بمدينة نصر، ماذا حدث هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك؟ أولا فاروق برحب بيك، وأطلعني كده ما كانت التفاصيل
البرامج التي أعدت لأعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر خلال فترة العيد؟ تحياتي لك زميلي محمد سعيد، كل سنة وحضرتك طيب وجمهور النادي الأهلي في كل مكان وشعب مصر دايما يا رب في أعياد وفي أمان. عايز أطلع حضرتك على بروجرام العيد، كان في عرض نوبي بالامس، فرقه نوبيه ادت شو عرض لقى استحسان الكثير من اعضاء النادي الاهلي. النهارده في ابتدى عرض اوبريت الليله الكبيره، بدا من الساعه 5:30 للساعه 7:30، ثم انطلق حفل اللي هو الحفل الرئيسي، حفل الموسيقى العربيه من الساعه 7:30 ومستمر لحد الان. حاله من الرضا والسعاده على وجوه جميع اعضاء النادي الاهلي، سهوله في التنظيم. نوجه كل الشكر يعني خلال لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي حاله من الشكر والرضا لمجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه والقائمين على فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وجود افراد الامن في كل مكان. عايز اوضح لحضرتك نقطه، منطقه الاطفال مليئه بالكثير من الشكر يعني نيابه عن اعضاء النادي الاهلي، بيوجهوها للقائمين والمسؤولين على الامن في النادي الاهلي وسهوله عمليه التنظيم. زميلي محمد، طيب الحرص الاعضاء، هل كان هناك زحام شديد داخل النادي خلال الايام الاخيره، تحديدا النهارده اليوم الثالث واخر ايام عيد الفطر في فرع النادي بمدينه نصر؟ عايز اقول لحضرتك زميلي محمد ان الاعداد بتتوافد اكثر، يعني كل ما الوقت بيمر الاعداد بتزيد اكثر. يعني حضرتك عارف ان ارتفاع درجه حراره الجو بالنهار بدات المتنفس الوحيد، كل الاعضاء بيتوافدوا على النادي الاهلي، الاعداد بتزيد. عايز بكلم حضرتك ايه الاعداد بتزيد، مفيش مكان لفرد واقف، يعني كل الناس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ايضا قدرت ان هي تستعين ببعض الامور التنظيميه، زودت عدد الكراسي للمقاعد والخدمات، والخدمات شغاله ومستمره لحد اخر عضو هيكون موجود داخل النادي الاهلي. الشيء اللافت النظر اللي عايز اقول لحضرتك عليه زميلي محمد، معظم الاعضاء واحنا بنتكلم معاهم او بنتحاور معاهم ما بيقولش انا في النادي الاهلي، يقول لا انا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي. يعني حاله الانتماء والاحساس الاجتماعي بان انت موجود في البيت الكبير ده الشيء اللي هو المميز لاعضاء النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمباريات كاس العالم، انا عارف ان في خدمه 5 نجوم في كل مقرات وفروع النادي، ايضا شاشه عملاقه، يعني حرص الاعضاء على متابعه مباريات كاس العالم وتواجدها في فرع النادي بمدينه نصر؟ عايز اقول لحضرتك ان في شاشه عملاقه مخصصه ايضا لمتابعه مباريات كاس العالم، ايضا وجود شاشه في داخل المبنى الاجتماعي الاعضاء ما بين متابعه مباراه المكسيك والمانيا، وفي نسبه كبيره من الاعضاء قاعده بتتابع اللقاء. بعض الاعضاء طبعا استغرب وكانت مفاجاه بالنسبه له هزيمه المنتخب الالماني، الاحاديث برضو شان منتخب مصر والاحاديث الجانبيه بطريقه مستر كوبر واستعدادنا لمباراه روسيا. الشيء المهم جدا ان في حاله من الاجماع والثقه والتفاؤل عند الكثير من اعضاء النادي الاهلي على قدره المنتخب المصري لتحقيق الانتصار على منتخب روسيا. تمام، باذن الله لو منتخب مصر ان شاء الله قدر يحقق الفوز على منتخب روسيا، الكثير من الاعضاء واثق ان احنا هنقدر نفوز على السعوديه ان شاء الله ونصعد ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك زميلي فاروق صلاح من فرع النادي بمدينه نصر، كلمنا عن احتفالات العيد في فرع النادي وزحام شديد وحضور الاعضاء وتواصلهم، بالتاكيد هي عائله الاهلي حريصه ان هي تقضي العيد داخل فرع النادي بمدينه نصر. طيب فرع الشيخ زايد معانا على هذه اللحظات، في الشيخ زايد معانا على التليفون، زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اولا برحب بيك، كل سنه وانت طيب، وطمني بقى احتفالات العيد في فرع الشيخ زايد ايه الاخبار هناك وحضور الاعضاء في فرع النادي؟ انت طيب زميلي محمد، تحياتي ليك وكل سنه وكل اعضاء النادي الاهلي بخير. عيد يمكن سعيد السنه دي على كل اعضاء النادي الاهلي، وبالاخص كمان لو بخص الشيخ زايد، تعدادات مكثفه وحضور مميز، حضور كبير جدا النهارده في الحفله طبعا الخاصه بالعيد. النهارده بيحيي الحفل فناننا طبعا المميز الاهلاوي الصميم، وكان ليا لقاء معاه وقال محمد رشاد طبعا واحد من الفنانين الشباب المميزين جدا، قال انا اهلاوي ودمي اهلاوي واجي للنادي الاهلي في اي مكان وفي اي زمان، كمان لما ببقى اكون للاسف ألمس حضور الأعضاء.
أعضاء بكثافة كبيرة جدا، لأن دايما النادي الأهلي عائلة وأسرة واحدة، واللي بيتواجد في مقر الجزيرة أو حتى في مدينة نصر أو الشيخ زايد كل المقرات وهذه الفروع كلها هي تحت كيان واحد وشعار واحد وشعار النادي الأهلي. الإدارة التنفيذية بتكون حريصة قبل هذه المناسبات السعيدة بفترة طويلة، يمكن من خلال شهر رمضان وعلى مدار هذا الشهر كان بيتم تجهيز لهذه الاحتفالات وتجهيز النادي في مقر الجزيرة وفي فرع مدينة نصر وفي الشيخ زايد لأعضاء النادي الأهلي عشان يكون في حضور، وفي نفس الوقت الأطفال يكونوا سعداء. وأيضا بيتم تنفيذ عدد من البرامج لكل الفئات العمرية، يعني الشباب أو الرجال خلال هذه الفترة بالتأكيد مهتمين جدا بمباريات كأس العالم ومباريات منتخبنا الوطني، فبيتم توفير شاشات عملاقة في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وهذه الشاشات كانت متواجدة منذ فترة أيضا لمتابعة مباريات النادي الأهلي سواء المحلية والأفريقية. بالنسبة للأطفال والسيدات بيتم أيضا تجهيز عدد من البرامج الخاصة بهم، سواء لجنة المرأة بتجهز خلال فترة العيد وخلال الأيام القادمة مسابقة أيضا مهمة جدا لشيف، بيتم عمل وجبات وبيتم دخول مسابقات بالنسبة للسيدات. بالنسبة للأطفال كرنفالات، بنشوف حتى خلال الصور اللي تم عرضها منذ قليل كرنفالات للأطفال، بحيث أن النادي الأهلي يكون مكان لتجمع أطفال وكل العائلات داخل مقر النادي بالجزيرة. شايفين سعادة الأطفال وحرصهم ووجودهم داخل النادي الأهلي طمأنينة أكتر لأسرهم أنهم موجودين داخل مكان آمن، ويكونوا موجودين داخل مقر النادي في الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد سعداء بهذه الأجواء، وأنك بتلبي طموحات ورغبات كل أعضاء النادي الأهلي بمختلف الفئات العمرية، رجال سيدات شباب أطفال، الكل بيبقى حريص على تواجده في مقر النادي. طبعا المطاعم بتبقى متواجدة وجاهزة منذ الصباح الباكر حتى المساء، أمن النادي بيكون حريص على تلبية وشعور الجميع بالأمن داخل النادي. حالة بتبقى جميلة جدا. في رمضان شفنا دورة رمضانية، الكل كان متجمع داخل النادي الأهلي، في العيد أيضا دايما النادي الأهلي مجمع كل أعضاؤه، وبيبقى الكل حريص وسعيد جدا أنه متواجد في النادي الأهلي من خلال هذه البرامج الترفيهية اللي بيتم تجهيز ليها. ممكن بتستعين بالمطربين، وخلال فترة العيد بتشوف المطربين الأهلاوية اللي بيبقوا حريصين على أن هم يلبوا رغبات أعضاء النادي الأهلي بيكونوا موجودين. بنشوف كمان الرغبات المتعلقة بلجنة الشباب ولجنة المرأة وإيه اللي بيقدروا يقدموه خلال فترة العيد لكل أعضاء النادي الأهلي. لكن عموما دي كانت الاحتفالات المتعلقة بأعضاء النادي الأهلي في مقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. وعلى هامش هذه الاحتفالات أيضا تابعنا التشكيل الكامل بالنسبة للجهاز الفني لفريق النادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة والمعسكر والاستعداد للمرحلة الثانية بالنسبة للإعداد للموسم القادم ومباراة تاونشيب اللي الأيام بتجري بسرعة والعدد التنازلي بيقرب، ومباراة بإذن الله بعد أقل من شهر في استئناف الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا. لكن في كل هذه الأخبار وكل هذه المتابعات أيضا النشاط الرياضي والألعاب الأخرى بالنادي الأهلي تستعد للموسم الجديد، ويمكن سيدات طايرة الأهلي بيبدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد السبت المقبل جدا. وأنا بتكلم على سيدات طايرة الأهلي وإنجازاتهم خلال هذا الموسم، حققوا إنجازات جيدة جدا، فازوا بالبطولة الأفريقية، فازوا بالبطولة العربية، فازوا بالدوري والكأس، جمعوا كل الألقاب وفازوا بكل الألقاب في البطولات التي شاركوا فيها خلال هذا الموسم. ويمكن طايرة الأهلي وسيدات طايرة الأهلي تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي هيبدأ بإذن الله يوم السبت مرحلة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي لوضع خطة الفريق من أجل حصد البطولات كما حدث في الموسم الماضي، في ظل أنك فايز ببطولات كثيرة وعديدة خلال الفترة الماضية. عشان تحافظ على هذه الألقاب وأنك تفضل على القمة بتبقى الأمور صعبة جدا، فبالتالي الجهاز الفني بقيادة كابتن حمدي الصافي فكر أنه هو يستعد مبكرا ويبدأ مرحلة الإعداد من السبت القادم، في ظل أن الموسم المتعلق بالكرة الطائرة سيدات يعني بينطلق على الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر، فأمامه مساحة من الوقت بتتراوح من 3 إلى 4 أشهر استعدادا للموسم الجديد. كان تم التجديد لعدد من اللاعبات وتم التعاقد مع لاعبات أخريات من أندية أخرى لتدعيم صفوف الفريق، في ظل أن الأهلي والكابتن حمدي الصافي حريص على أنه يحافظ على الألقاب الأربعة والبطولات الأربعة. وفي الصورة قدامنا طبعا دي إحدى البطولات اللي فاز بها الأهلي، يعني كانت بطولة كبيرة جدا، وشفنا مباريات مهمة جدا سواء في الدوري والكأس والبطولة العربية والأفريقية. الشغل على قدم وساق في النشاط الرياضي وفي الألعاب الأخرى وأيضا فريق كرة القدم استعدادا للموسم الجديد، لأن دايما الأهلي بيستعد للمراحل القادمة، بيقفل الصفحة وبيستعد للموسم القادم بعد الفوز بالبطولات عشان يقدر يستمر ويكون متواجد في المركز الأول. طيب محتاجين دلوقتي نخرج إلى فاصل
ثم نعاود الحديث بعد الفاصل عن أخبار منتخبنا الوطني والاستعداد لكأس العالم والعديد والعديد من الأخبار سواء المحلية أو حتى العربية والمباريات كأس العالم. إن هو الحدث الأبرز في هذه اللحظات مباريات كأس العالم التي تقام في روسيا وبدأت في منتصف هذا الشهر وتستمر حتى الشهر القادم. نخرج إلى فاصل ثم نعاود الحديث بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد وبعد الفاصل والحديث مستمر عن المنتخب الوطني والاستعداد لمباراة روسيا. هذه المباراة الهامة جدا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب أوروغواي بهدف مقابل لا شيء. أصبحت هذه المباراة لا تقبل القسمة على سنين، وبالتالي لابد من الفوز والانتصار في هذه المباراة من أجل يعني حجز وبطاقة الترشح والمنافسة على البطاقة في التأهل للدور الثاني ودور الستة عشر لمباريات كأس العالم. وبالتالي منتخبنا الوطني خلال استعداده لمباراة روسيا كان عاد بعد المباراة الأولى أمام أوروغواي إلى جروزني، ثم غادر من جروزني إلى سان بطرسبرغ استعدادا لمواجهة روسيا، في ظل أن الوطني لديه استعدادات خاصة جدا وجاهزية لهذه المباراة. وبالتالي أولى أخبارنا يمكن تصريح مهم جدا للمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، عندما تحدث وقال صباح اليوم في تصريحات صحفية لوكالات الأنباء العالمية أن محمد صلاح جاهز ولا نخشى التحكيم أمام روسيا، حيث قال المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخبنا الوطني أن مباراة روسيا التي تقام بعد غد الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم ستكون غاية في الصعوبة، خاصة وأن الفريق يواجه صاحب الأرض والجمهور، بجانب أن المنتخب ليس أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي. وأوضح لهيطة في تصريحات إعلامية أن المباراة تمثل ضغط كبير على اللاعبين، ولكن الجهاز الفني لا يمكن أن يشكك في التحكيم الذي سيدير اللقاء بأنه سينحاز لصالح الدولة المضيفة من أجل الحفاظ على فرص استمرارها في البطولة. وفي هذا التصريح كان هناك يعني شيء مهم جدا كلنا ركزنا عليه، لأنه تحدث عن إصابة محمد صلاح، وقال المهندس إيهاب لهيطة بشأن تطور الإصابة أن لاعب ليفربول شارك في تدريبين جماعيين مع الفريقين وأنه قادر على خوض لقاء روسيا بشكل طبيعي ولن يغيب عن المباراة وسيكون ضمن التشكيل الأساسي، كما أن الصور التي التقطت للاعب وهو يرتدي القميص بمساعدة زملائه مجرد دعابة، وصلاح سيشارك بشكل طبيعي ولن يغيب. كلنا شفنا محمد صلاح خلال التدريبات الأخيرة، يمكن آخر تدريبتين أو تحديدا في 48 ساعة الماضية بالأمس واليوم شارك في التدريبات الجماعية بعد غيابه لفترة طويلة جدا، كان بيأدي تدريبات تأهيلية مع أخصائي التأهيل في النادي الإنجليزي. وبالتالي بعد عودته للمشاركة في المران الجماعي والتحامه ودخوله بشكل قوي في هذه التدريبات الجماعية والتدريبات الفنية، أوضح المهندس إيهاب لهيطة أن محمد صلاح أصبح جاهز وسيشارك. في صورة أيضا كانت ظهرت خلال الأيام أو الساعات الماضية بخصوص أن ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني زملائه بيساعدوه في ارتداء التيشيرت الخاص بالمنتخب الوطني. الكل شاف الصورة واعتقد أن صلاح ما زال يعاني من إصابة وبالتالي لن يكون جاهز، لكن صلاح كان بيركب حاجة مساعدة لي متعلقة بإصابة الكتف زي واقي لي إذا التحم أو هناك صدمات قوية في الكتف أثناء المباراة، وبالتالي كانت عاملة له مشكلة أن هو بيرتدي التيشيرت وعاملة زحمة في اللبس ففضل أن هو يغيره، فزمايله كانوا بيساعدوه فيها لكن ما كانش مسألة أن هو مش قادر يحرك كتفه أو كده. ودي تصريحات للمهندس إيهاب لهيطة أكد فيها أن هذه الصورة كانت مجرد يعني دعابة مع زملائه وأصبح سليم ويشارك بشكل طبيعي، وكل منتظر مشاركة صلاح افضل لاعب في الدوري الانجليزي الكل منتظر يشوفه في كاس العالم. ايضا احمد فتحي كان قد اصيب بشد في العضله الخلفيه لكنه الحمد لله سيشارك في المباراه، واوضح المهندس ايهاب لهيطة ان احمد فتحي ايضا باذن الله جاهز لمباراه روسيا، كدمه خفيفه او شد خفيف تعرض ليه في التدريبات الاخيره ويمكن خرج من المران لما تعرض لهذا الشد، لكن الجهاز الطبي فضل ان هو يريحه وقال ان هو هيكون جاهز للتدريبات القادمه والاستعداد لمباراه روسيا. احمد فتحي من العناصر المهمه جدا والداعمه في منتخبنا الوطني، كان ايضا هناك ايضا عدد كبير من اللاعبين في كل مركز في لاعب بالنسبه له بيكون في لاعب بديل، يعني احمد فتحي لا قدر الله لو كان
غاب عن مباراة روسيا في أحمد المحمدي، فبالتالي إن شاء الله أهم حاجة تكون العناصر مكتملة والصورة جاهزة لكل اللاعبين عشان يقدر يستفيد هيكتور كوبر بكل اللاعبين في المباريات القادمة، مباراة السعودية مباراة ما فيهاش هزار، فبالتالي الفوز بهذين المباراتين مهم جدا لأنك تحصل 6 نقاط وتدخل في المنافسة، في ظل أن طبعا مواجهة أوروغواي مع السعودية هتكون مواجهة صعبة جدا للمنتخب السعودي، لكن نتمنى بإذن الله يكون فيها مفاجآت وتكون الفرص كلها بالنسبة للفرق متاحة عشان الجولة الأخيرة ما يكونش في فرصة لإحدى الفرق أن هي تساعد فريق آخر على التأهل والاستمرار في البطولة، كما تابعنا في بطولات عديدة في كأس العالم والتاريخ لا ينسى بطولات كثيرة في هذه المناسبات. بعثة المنتخب المصري تصل سان بطرسبورغ لمواجهة روسيا بعد ما غادرت من مدينة جروزني. يمكن شفنا منتخبنا الوطني بعد مباراة أوروغواي عادة من كتنبرج إلى جروزني، سافر صباح اليوم إلى سان بطرسبورغ استعدادا لمواجهة روسيا بعد غد الثلاثاء. وصلت بعثة المنتخب على متن طائرة خاصة قادمة من مدينة جروزني عاصمة الشيشان لتمهيدا لخوض هذه المباراة الهامة. كان منتخب مصر قد خسر 0-1 أمام منتخب أوروغواي أول أمس الجمعة، وأدى المنتخب تدريب قوي في وقت سابق اليوم على ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني قبل السفر إلى سان بطرسبورغ. كل اللاعبين شاركوا زي ما أكدنا لكم، محمد صلاح شارك في التدريبات. بعثة الفراعنة ستقيم بأحد فنادق سان بطرسبورغ على أن يؤدي الفريق تدريب وحيد مساء غدا الاثنين بملعب المباراة. يكون تدريب خفيف، يعني التشكيلة الأساسية والرئيسية المتعلقة بمنتخبنا الوطني لن تختلف كثيرا عن المباراة السابقة إلا في عنصر لاعب أو لاعبين. ممكن نشوف كهربا بادئ مكان مروان محسن، ممكن نشوف بالتأكيد إن شاء الله محمد صلاح على حساب عمرو وردة، لكن كل العناصر إن شاء الله اكتملت. إصابة تريزيجيه الحمد لله طلعت خفيفة اللي كان تعرض لها في مباراة أوروغواي هيكون متواجد، طارق حامد أيضا الحمد لله إصابته خفيفة، كلهم جاهزين بإذن الله لمباراة روسيا تحت قيادة بالطبع الحارس الرائع محمد الشناوي وظهوره بشكل جيد في أولى مبارياته الدولية الرسمية، كانت أول رسمية لمحمد الشناوي مع منتخبنا الوطني، وهيسبق مران الغد مؤتمر صحفي لهكتور كوبر ومعه أيضا قائد الفريق عصام الحضري. خبر آخر، اختيار حكم من باراغواي لإدارة مباراة مصر وروسيا. حكم من باراغواي هو إنريكي كاسيريس، ده هيقود المباراة والمواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري والمنتخب الروسي، ويسجل كاسيريس 44 عاما ظهوره الأول في بطولة كأس العالم بعد أن سبق له إدارة عدد من المباريات في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة. والله في مخاوف، يعني حكم عنده 44 سنة وأول مرة يحكم في كأس العالم وبيحكم مباراة الفريق المضيف لبطولة كأس العالم، يعني أمر نتمنى يا رب يكون موفق لأن العالم كله هيتابع هذه المباراة. وحكم من باراغواي هو دايما يعني لجنة الحكام في الفيفا بتختار حسب النطاق الجغرافي، يعني منتخب مصر من القارة الأفريقية وروسيا من القارة الأوروبية، فبالتالي بيجيب حكم من أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية، وده شفناه حتى في المباريات الأخيرة لكأس العالم بيتم اختيار الحكام حسب جنسيات والوضع الجغرافي لكل منتخب في هذه المباريات. عموما يعني نتمنى التوفيق للحكم من باراغواي لإدارة هذه المباراة، حكم عنده 44 سنة لكن نتمنى إن شاء الله يكون قادر على إدارة هذه المباراة. منتخبنا الوطني زي ما احنا عارفين عادة بعد 28 سنة لمباريات كأس العالم، فبالتالي نتمنى التوفيق يا رب وإحراز أولى أهدافنا في هذه البطولة ويكون انتصار مهم جدا لمنتخب مصر في كأس العالم. طيب قبل ما ننطلق والحديث عن أخبار كأس العالم وأهم أخبار كأس العالم والمباريات التي أقيمت خلال الساعات القليلة الماضية، نخرج إلى فاصل آخر ثم نعود الحديث بعد هذا الفاصل عن مباريات كأس العالم و هذه المباريات هامة جدا بعد أن شارك ألمانيا والبرازيل والمكسيك وأسبانيا والبرتغال بدأ كأس العالم ودخل مرحلة الجد خلال الفترة القادمة. فاصل ثم نعود الحديث. أهلا بكم من جديد بعد الفاصل والحديث مستمر عن كأس العالم والمباريات التي تقام في هذه اللحظات وفي هذه الأيام بالنسبة لشعوب التي تهتم ومتابعة مباريات كرة القدم. مباريات كأس العالم هو الحدث الأبرز والأهم في لعبة كرة القدم، بيقام كل 4 سنوات وهناك اهتمام كبير جدا من الجماهير في كل مكان في العالم، سواء تأهل منتخب بلده أو لم يتأهل الكل بيكون حريص على متابعة هذه المباريات، وبالطبع خلال الأيام القادمة مع توالي الأدوار والوصول إلى المراحل النهائية ستزداد سخونة هذه المباريات، لكن يبدو أن المباريات بدأ سخنة جدا وهناك مفاجآت عديدة. كلنا تابعنا مباراة ألمانيا والمكسيك والفوز المفاجئ
للمكسيك على المنتخب الألماني بهدف مقابل لا شيء. كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا في ظل أن المنتخب الألماني خلال السنوات الأخيرة بيسير بشكل جيد جدا وحقق نتائج كبيرة جدا وصاحب أو حامل اللقب حامل لقب كأس العالم، فكل كان منتظر بداية كبيرة للمنتخب الألماني، لكن بداية متعثرة في مستهل حملة الدفاع على لقب البطولة عقب خسارته المفاجأة أمام المكسيك بهدف مقابل لا شيء. وأيضا من مفاجآت هذه البطولة في هذه اللحظات حتى مباراة البرازيل وسويسرا، كل كان متوقع أن البرازيل هيبدأ هذه المباراة بيفوز باثنين ثلاثة على الأقل، لكن حتى هذه اللحظات النتيجة في الدقيقة 82 تعادل إيجابي 1-1. كوتينيو أحرز الهدف الأول للبرازيل، لكن سويسرا تعادلت بعد ذلك، والنتيجة بالتأكيد يعني أيضا تعتبر مفاجأة جدا بالنسبة للجميع. المباراة في الدقيقة 85 باقي 5 دقائق وتفاجئت هذه البطولة هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، في ظل اللي كل اللي تابع أداء المنتخب البرازيلي وتأهله لكأس العالم التي كانت أداء اللاعبين المميزين جدا في اللي بيلعبوا في كل منتخبات او كل الانديه الاوروبيه الكبيره جدا ما بين كوتينيو حاليا في برشلونه والصفقه والحدث الابرز بعد انتقاله من ليفربول، ايضا نيمار وجوده في باريس سان جيرمان بعد انتقاله من برشلونه. اذا اللاعبين البرازيليين هم الحديث او هم اللي عليهم الضوء الاكثر خلال الفتره الاخيره في انتقالاتهم في الانديه الاوروبيه، فبالتالي نتيجه مفاجاه تعادل البرازيل وسويسرا وايضا خساره المانيا امام المكسيك. المنتخب الالماني ظهر بشكل باهت للغايه ليعجز عن هز شباك المنتخب المكسيكي، وده ظهر حتى لما ألمانيا لعبت المنتخب السعودي في مباراة ودية وفوجئنا أن المنتخب الألماني فاز بصعوبة على المنتخب السعودي 2-1. المنتخب المكسيكي يدين بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينج لوزانو الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. النهارده الشعب المكسيكي مش هينام بعد الفوز على حامل لقب كأس العالم. أيضا من ضمن أخبارنا كولاروف يقود المنتخب الصربي للفوز على كوستاريكا في المونديال الروسي. المنتخب الصربي من المنتخبات القوية والعنيفة في القارة الأوروبية، فاز النهاردة على كوستاريكا بهدف مقابل لا شيء. كانت مباراة ما كانش فيها لمسات فنية كبيرة، كان لها لكن فيها معدلات جري كتير ومعدلات بدنية كانت عالية المنتخبين. تقام في هذه اللحظات في الدقيقة 88 باقي دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، وهنشوف لسه كم وقت يعني وقت بدل ضايع في مباراة البرازيل وسويسرا. المنتخب الصربي عنده المباراة القادمة مباراة سويسرا، هتبقى مباراة عنيفة جدا، يعني إذا خرجت سويسرا بتعادل أمام البرازيل عندها مباراة مع صربيا، صربيا عندها 3 نقاط وسويسرا نقطة، هتبقى مباراة حامية جدا. وكوستاريكا والبرازيل في المباراة القادمة، المنتخب البرازيلي إذا خرج متعادلا لابد من الفوز على كوستاريكا للابتعاد عن حزبة بيرما في الجولة الثالثة. طيب خبر التالي، الرياضة الروسي توقع أن يبدأ المنتخب الروسي الفوز بخماسية في أولى مبارياته والافتتاح أمام المنتخب السعودي. قالوا عن فوز 1-2-0 بالكثير، لكن فاجئوا الجميع وفازوا ب5 أهداف مقابل لا شيء. حيث أثنى فيتالي موتوكو وزير الرياضة الروسي السابق على منتخب بلادي وتوقع له المزيد من النجاح في بطولة كأس العالم. ونقلت صحيفة سبورت إكسبريس اليوم الأحد تصريحات لموتوكو قال فيها: لقد أظهرنا مستوى لاعبينا، إنهم يعلمون أن يحملون مسؤولية كبيرة، يجب عليهم أن يحافظوا على هدوئهم. فاز المنتخب الروسي على السعودي 5-0 ويلتقي في المباراة القادمة أمام المنتخب المصري بعد غد الثلاثاء في 8 مساء. نتمنى التوفيق يا رب للمنتخب المصري، وتكون أو يكون فوز الروس على السعودية فوز مفاجئ، لكن ليس هو هذا المستوى المعروف للمنتخب الروسي في كأس العالم، ويقدر إن شاء الله منتخب مصر بإمكانيات لاعبيه وقدرات جهازه الفني والأداء مش هقول الفني الرائع، لكن الأداء التكتيكي اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني قدام أوروغواي يكون إن شاء الله يعني دفعة معنوية للاعبينا في مباراة روسيا. على فكرة وزير الرياضة الروسي موتوكو ده تم حظره مدى الحياة من الأولمبياد، وتنحى عن منصبه كرئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم، وتم إبعاده من رئاسة اللجنة المنظمة بعد ظهور اتهامات بتعاطي المنشطات في البلاد وفي دورة الألعاب الشتوية سوتشي 2014 عندما كان وزيرا للرياضة. احتج على فكرة على هذه القرارات مؤكدا برادته، وقدم استئناف ضد الحظر في المحكمة الدولية
للتحكيم الرياضي، لكن حتى هذه اللحظات لم يصدر قرار بشان استبعاده وعدم وجوده في المحافل الدولية. أيضا خبر آخر، مدرب كوستاريكا قال هدف المنتخب الصربي قلب الموازين، حيث قال أوسكار راميريز المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي لكرة القدم أن الهدف الذي سجله المنتخب الصربي قلب الموازين. خسرت كوستاريكا أمام صربيا 1-0، وقال راميريز الذي يواجه فريق البرازيل في المباراة المقبلة الهدف الذي سجله المنتخب الصربي غير كل شيء، المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة، لن نفقد تركيزنا بسبب هذه الهزيمة. الكرة اللي بتلعب بها صربيا في أوروبا مختلفة تماما عن كرة كوستاريكا في أمريكا الشمالية. كوستاريكا بتلعب مع أمريكا وكندا، عدد مباريات أقل وخبرات وعدد لاعبين، حتى الأسامي في كوستاريكا كلهم يعني أسامي مش كبيرة ومش معروفة. المدرب تعرض لانتقادات كبيرة من الصحفيين بسبب اعتماده على نهج سلبي في المباراة والاعتماد على 5 مدافعين. لعبنا بخمس لاعبين في الخلف، لكن كانوا مميزين جدا في الطريقة الدفاعية. لا أتفق على أننا أقمنا حائطا دفاعية، لكن كل مدرب بالتأكيد بيشوف طريقة اللعب الأمثل ليه في مباريات كأس العالم. طيب خبر آخر متعلق باحتساب هدف الفوز لمنتخب فرنسا في شباك أستراليا كهدف عكسي. كلنا شفنا طبعا هدف فرنسا في شباك أستراليا، وتحديدا الكرة العكسية اللي شارك فيها أحد المدافعين والكرة تخطت خط المرمى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأحد احتساب هدف الفوز لمنتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك أستراليا هدف عكسي. المباراة أقيمت على ملعب كازان أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة. البداية كان بتم احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 باسم بول بوجبا، حيث شارك في تسديدة، لكن هذه الكرة لمست جسد اللاعب الأسترالي عزيز بهش ثم ارتطمت بالعرضة قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى. تم استخدام تكنولوجيا خط المرمى قبل احتساب الهدف، لكن الفيفا اليوم الأحد احتسب الهدف باسم اللاعب الأسترالي بطريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده. مباراة فرنسا وأستراليا كانت مباراة غريبة جدا، يعني كل الأهداف وكل القرارات التي تم احتسابها وكانت عامل مؤثر في هذه المباراة كان كلها عن طريق تقنية الفيديو، وكانت من المباريات اللي بتختبر مش حكم المباراة فقط، كانت هذه المباراة من اللي بتختبر تقنية الفيديو هل قادرة على تنفيذ القرار وحكم القرار بشكل إيجابي، أم تقنية الفيديو لم تكن قادرة على هذه القرارات في هذه المباراة. وبالتالي نجحت تقنية الفيديو بنسبة 100% وفشل حكم المباراة في إدارة هذه المباراة بدون الاستعانة بتقنية الفيديو. أيضا خبر آخر في كأس العالم، مدرب منتخب بنما قال نريد العودة ونحن نشعر بالفخر بما قدمناه في المونديال، حيث قال المدير الفني لمنتخب بنما هيرنان داريو جوميز اليوم الأحد أن لاعبي فريقه يدخلون مباراتهم الأولى في المونديال أمام المنتخب البلجيكي وهم عازمون على جعل بلادهم فخورة بهم والإلهام الأجيال القادمة للاقتداء بهم. منتخب بنما بالنسبة له شايف أنه موجود في الحدث الأبرز والأهم في كأس العالم، في حدث تاريخي بالنسبة لهم. هيلتقي منتخب بنما مع نظيره البلجيكي غدا الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة. وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة نريد أن نعود لبنما ونحن نشعر بالفخر بالعمل الكبير الذي قدمناه هنا. يمكننا ترك إرث لبنما لبطولات كأس العالم المقبلة، هذا شيء محوري. يعتبر منتخب بنما غير مرشح للفوز على المنتخب البلجيكي الذي يضم نجوم الدوري الإنجليزي كيفين دي بروين ورميلو لوكاكو وإيدن هازارد، وأيضا هناك عديد من اللاعبين، أيضا فيلايني، يمكن هناك لاعبين كثيرين في المنتخب البلجيكي. ومنتخب بنما في مجموعة صعبة جدا أمام المنتخب الإنجليزي والمنتخب البلجيكي والمنتخب التونسي، وبالتأكيد بنتمنى التوفيق يا رب للمنتخب التونسي في مباريات هذه المجموعة الهامة جدا في كأس العالم. مباريات صعبة، لكن منتخب بنما بالتأكيد عايز يترك أثر إيجابي لجماهيره ولشعبه في هذه المباريات. مباراة من بلجيكا أولى المباريات مباريات صعبة جدا، لأن بلجيكا بالطبع عندها استعداد كبير جدا ومن الفرق المرشحة وفي التصنيف الثالث، فبالتالي بتعتلي الصدارة في التصنيف عن منتخبات عريقة في البطولات الأوروبية. وماتش البرازيل وسويسرا في هذه اللحظات يمكن في اللحظات الأخيرة بيقترب من النهاية، وما زالت المباراة يعني فيها تعادل إيجابي ومباراة مفاجأة جدا بالنسبة لكل الفرق بين البرازيل وسويسرا، وكانت سبقتها فوز المكسيك ومباراة مفاجأة جدا بالفوز على المنتخب الألماني. لكن كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات هتكون بالتأكيد مع زميلنا عمر ربيع ياسين والأرقام والتحليلات، هنعيشكم في الأجواء وكأنكم في روسيا
مع زميلي عمر ربيع ياسين بعد قليل بإذن الله من أخبار المونديال ومتابعة حصرية ومتابعة لحظة بلحظة مع المنتخبات المشاركة في كأس العالم مع المتألق زميلي عمر ربيع ياسين. يعني النهاردة كانت إطلالتنا الإخبارية والنشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قلنا لكم أخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم والتشكيل الكامل للجهاز الفني والاستعداد بدءا من الغد للموسم الجديد ومعسكر مغلق ومرحلة إعداد بدني ومباريات ودية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادات منتخبنا الوطني والبداية والجولة الثانية أمام روسيا. نتمنى التوفيق يا رب، لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار والدخول في المنافسة في مباريات كأس العالم. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.